بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نقرأ الآية التالية: وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني إكلي في فصول إنو بليا بسيو قدسة وإني فابكم هذه كريسة ستات إكلي ربار ربيي دلالمية ديمين، والله هو نور على نور، هاي خالق الكل. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. عند الكتاب محرق صاب المليح، عنده شيء بيان في السن. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، جاوا باش يقرا لك الشهداء اللي بعدهم هما اللي استقاموا باش يكونوا من الشهداء. شوف الاستقامه تجيب لك ميزه انك تكون شاهد على من ظلمك او نكر الاله أو أشرك معه من أصنامها رمز. وقولي بينهم بالحق، يعني توس باس مرمودي ما أذك إكوتي. وقولي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أي من دوس جون لا يبغوا أتر بيجي نبو أتر ونبو أتر كونسيدري كوبليز نظلم مكسر. وإذا كمان محاكمة عادلة اللي فيها زيد وعمر، هذا نهض ولا من هذوش، هذا قلت ولا ما قلتوش، ستة جوجمو امبارسيال، فهمتوا؟ جوجمو امبارسيال، حكم لا فيه لا زايغان ولا ما يلان فلان وفلان وفلان، نسأل الله السلامة.